بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة التراويح إلى قول الله عز وجل في سورة طه مخاطبا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقولوا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله هو المألوه حبا وتعظيما، لا إله إلا أنا أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اعبدني، العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناها التذلل للمعبود حبا وتعظيما. فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. هذا هو المعنى الأول من معاني العبادة، وهو التذلل الذي هو فعل العابد، التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. المعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، تطلق على المتعبد به، وأحسن ما قيل في تعريفها ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام، وكذلك أيضا أعمال القلوب من الاستعانة والاستغاثة والإنابة إلى الله والتوكل عليه، كل هذا من العبادة. ثم إن العبادة من حيث التعبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادة عامة أو العبودية العامة، والعبودية الخاصة، والعبودية الأخص. فالعبادة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أولاً العبودية العامة، وهي عبودية القدر، فجميع الخلق خاضعون منقادون لله عز وجل قدراً، كل الخلق متذللون لله تعالى بالمعنى القدري الكوني. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد أي يذل ويخضع. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام العبادة العبودية الخاصة، وهي للذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنوع الثالث أو القسم الثالث العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومن أعظم العبودية لله عز وجل التذلل له بالدعاء، فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي لفظ: الدعاء مخ العبادة. وقد أمر الله تعالى
عباده بدعائه، ووعدهم سبحانه وتعالى بإجابة دعوتهم، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا منة من الله تعالى وفضل منه على عباده، أنه سبحانه وتعالى أمرهم بدعائه وأمرهم بدعائه ووعدهم بالإجابة. ولكن إجابة الدعاء لها شروط وآداب، فالدعاء إنما يكون حرياً بالإجابة إذا استكمل شروطاً وأوصافاً، فمنها وهو أهمها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانياً أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب كون الدعاء حرياً بالإجابة أن تدعو الله تعالى وأنت موقن بإجابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابة هذا الدعاء. ولكني أحمل هم الدعاء، أي بماذا أدعو. ثالثاً من أسباب إجابة الدعاء ألا يستعجل الإجابة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. فلا تتعجل الإجابة، فإن ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو أرحم بك من نفسك، فقد تقتضي حكمته عز وجل أن يؤخر إجابة الدعوة. ولا ينافي هذا، أعني لا ينافي عدم استعجال الإجابة، لا ينافيه أن يسأل الله تعالى أن يعجل إجابة دعوته. ولهذا ثبت في دعاء الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجللا سحا طبقا نافعا غير ضار، وفي رواية: عاجلا غير رائف. وهذا يدل على أنه لا منافاة بين سؤال الله أن يعجل وبين استعجال الإجابة. من آداب الدعاء أيضا أن يدعو أن يلح على الله تعالى في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. ومن الإلحاح في الدعاء أن تكرر الدعاء، فإن هذا مما يحبه الله عز وجل. من آداب الدعاء أيضاً أن يكون الإنسان حال دعائه على أكمل أحواله، من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فاستبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمن كانت هذه حاله. أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. ومن أسباب إجابة الدعاء اجتناب أكل الحرام، أن يجتنب المؤمن أكل الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الأوقات والأحوال والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فإن هناك أوقاتا وأحوالا وأمكنة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة أكثر من غيره. فمن الأوقات ثلث الليل الآخر، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام هذا الوقت، ولا سيما في هذه الليالي المباركة الشريفة وقت قيام الليل، فيدعو الله تعالى في سجوده وبين السجدتين وفي آخر التشهد. من الأوقات أيضا يوم الجمعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى الساعات ساعتان، من دخول الإمام لصلاة الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والثانية آخر ساعة بعد العصر. هاتان الساعتان هما أرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة. هناك أيضا أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمن ذلك في حال السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا أي حريا بالإجابة لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاحرص على الدعاء في السجود. كذلك أيضا الدعاء في آخر التشهد، قال عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أيضا من الأوقات من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك أيضا أدبار الصلوات المكتوبة، والمراد بأدبار الصلوات المكتوبة فيما يتعلق بالدعاء ما كان قبل السلام، لأن القاعدة أن كل ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. أيضا من الأحوال دعوة الصائم عند فطره، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فليحرص المؤمن على دعاء الله عز وجل عند فطره. والعندية هنا تقتضي القرب، يعني قرب فطره. وهذا الحديث أعني قوله عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه يعضده أن الله تعالى أمر ذكر إجابة الدعاء بعد آيات الصيام، فإنه سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واعلم أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فهذه ثلاثة أمور. كل إنسان يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته فيعطيه ما سأل ويجيب دعوته، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة يجده أوفر ما يكون من الحسنات ورفعة الدرجات، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، فقد يكون الله تعالى قدر عليك أن تصاب بسوء، إما بحادث وإما بمرض وإما بفقد حبيب أو ولد أو نحوه، فيصرف الله هذا السوء بسبب هذا الدعاء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أعني ما في حديث أبي سعيد: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث. قال الصحابة: إذن نكثر. قال الله: أكثر. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. واعلم أنك متى أقبلت على الله بصدق وإخلاص وأظهرت الافتقار والاضطرار إلى الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. فأسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يرزقنا فيها الثواب والأجر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد